السلام عليكم. في الفيديو ده هنتكلم على الكلاس اتريبيوتس versus الانستنس اتريبيوتس. زي ما شفنا قبل كده ان كان عندي لو قلت هنا مثلا كلاسي ده بي ايكوال مثلا 10 وجيت قلت والله انا عندي ماي انت دوت كلاسي او اكشلي خليني اشيل ده انت 1 مثلا بي ايكوال ماي انت ده الانتجر الاولاني وده will be initialized مثلا ل 100 وعملت print لي int 1 dot classy. classy ده هو class attribute لانه defined على الكلاس بره. لو رنيت الكلام ده هلاقي 10. لو عدلت عليه لو قلت int 1 dot classy ب 20 هلاقي انه طيب الفكرة ان انا لما عدلت هنا انا اكشلي ما عدلتش على كلاسي ده. انا عملت introduce لانستنس اتريبيوت بنفس الاسم وده بقى انستنت انستنس اتريبيوت تمام؟ بدليل ايه؟ ان انا لو عملت ديليت للانت 1 كلاسي يعني عملت ديليت للانستنس اتريبيوت اللي عمل اوفررايد على الكلاس اتريبيوت هلاقي عندي لو عملت برنت دلوقتي للانت 1 كلاسي هيرجع تاني ان هو بال 10 تمام. فده باختصار شديد الفرق ما بين ان انا عندي هنا كلاس اتريبيوت وده انستنس اتريبيوت. برضو هنا الفاليو هي انستنس اتريبيوت لانها متعرفه على السيلف اللي هو عباره عن الانستنس اللي موجود من الكلاس. فالفاليو وكلاسي اللي هنا دي دول من الانستنس وكلاسي ده من الكلاس ده كلاس اتريبيوت. احنا طبعا ممكن يتسمى اي اسم. فباختصار شديد ان الاتريبيوتس والفاريبلز اللي موجوده في الكلاس هي اكسسبل ثرو الانستنس. الانستنس اتريبيوتس برضه هي اكسسبل باي الانستنس. لما بنستخدم السنتكس اوبجكت اتريبيوت وي ار اسكينج بايثون ان هو يلوك اب الاتريبيوت ده اول حاجه في الانستنس زي ما احنا ما شفنا كده هو هيبص الاول على الانستنس لقى اتريبيوت في الانستنس هيجيب الفاليو بتاعته اللي هي 20. طب ما لقاهوش هيروح يبص على مين؟ على الكلاس اتريبيوت تمام. الميثود كولز ثرو الانستنس فولو اللوك اب ده. وبكده هنضيف كمان تو بوينتس اللي هي الفاريبلز ديفايند في الكلاس كولد كلاس اتريبيوتس. لما بنقرا الاتريبيوت بايثون لوكس فور ات فيرست في الانستنس لو ما لقاهوش في الانستنس بيقراه من الكلاس. شكرا.